موجودون بقاعة المهدية، هل بالإمكان أن تقدم للسادة المتفرجين فكرة عن هذه القاعة ولماذا سميت بقاعة المهدية؟ هي القاعة هذه تحتوي يعني مجموعة أثرية اللي توجدت في الحطام بتاع المهدية، حطام السفينة الرومانية اللي وقع اكتشافها في أوائل القرن في عرض الساحل المهدية. 1907 عام 1907 في أوائل القرن، هذاك هو صحيح. عفواً عفواً، ماذا بينا نعاود؟ تخيل بربي البنية ماذا؟ البنية هذولي باش تعمل فيه تكل عليها. ماذا بيا البنية تلهولي بيا؟ سمع 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 سمع. واش لازم نعاودوا المقدمة من الأولى؟ أي إذا أستاذ، فكرة عن هذه القاعة، قاعة المهدية. هذه القاعة ستحتوي المجموعة الأثرية اللي تلقات في الحطام، حطام المهدية، هذه سفينة رومانية اللي غرقت في سواحل المهدية حوالي 5 كيلومتر 4 كيلومتر 800 مكان يا 4 كيلومتر 800 سي فري صحيح اون بو با دير 4 وي لا ريزون 4 قلت تقريبا حوالي 5 كيلومتر ما نجموش نعطيو ساعة بالتحديد وإن كان أستاذ في التاريخ يعني يتطلب الدقة وال 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 والوضوح سمح يعطيك الصحة اسمع كانت مي فرح مي فرح قداش عمرك يا مي؟ اسمع كي نقول 40 متر غرق تعرف اللي ثم 40 متر غرق اش مكتوب اش عندك انت المعطيات نتاعك شنو هي؟ غلط 89 متر 39.60 او 55 سنتي أنا يلزمني نقول حوالي 40 65 وقت اللي نقول لك تأسيس قرطاج 814 نقول لك 814 ما عادش تتكلم ها سامحني برك لا لا كي نغلط قول لي من بعد راك قول بعد سامحني هل كانت وجهتها تونس هذه الباخرة أم كانت مرة فقط أمام السواحل سواحل المهدية؟ هو مشكل ما زال قائم لحد الآن ما نجموش نقولوا بالضبط أين كانت متجهة الباخرة اللي نجموا نقولوه هو اللي الآثار هذه جاية من اليونان نعم من اليونان الآثار وال دقيقة دقيقة شو قلت؟ يا مي عايشك مش معقول هذا التوعد وقلنا نحكي من بعد السفينة مش الروما شنو كانت بتقول شنو؟ السفينة كانت مش الروما مش الروما جيت من أسينا مش الروما كانت مرة فقط يقولوا اللي هو لأن كانوا يظنوا اللي يعني هو يعني الآثار هذه جات بعد تحطيم أثينا من طرف القائد سيلا الكوني باركور ولكن هذه النظرية هذه تراجعنا فيها وأنا شخصية شخصية تراجعت عام 86 قبل الميلاد صحيح جدا شكون قال لك أنت اللي السفينة هذه الأشياء اللي فيها هذه جات من بعد تحطيم أثينا ولا الهجوم أثينا من طرف سيلا ها هو المشكل اكتب بالكل اكتب احنا نكتبوا فيها به انت تعرف خير مني يا خليتني خليتني نشبت من القاع الخابيه باش نفسر حوايج باسكو سي كو لا ريشيرش شنو فهمت فهمت شنو شكون انت قال لك لي المعطيات نحب نشكك انا في حاجه المعطيات اللي قريتها في الكتب هذيك ما يلزمهاش تترشك شويه ما قلت لي انت كتبتهم الكتب مش هذوما لا مش ما تمش هذوما انا قاعد انا باحث انا موجه توا للمستقبل للبحث في المستقبل نحب نعرف شنو هو عمري ما سمعت استاذ التاريخ في المستقبل حلو السؤال والله حلو يعني عاده اساتذه التاريخ يقراوا التاريخ التالي يقراوا الماضي اي
هذا ايش تقصد هي؟ هذا شيء دوخ. استاذ لما نرى هذه السارية يعني بهذا الحجم ما شاء الله يعني اطنان الباخرة قداش كانت توزن مالها؟ الباخرة كانت باخرة من الطراز الكبير. كان طول الباخرة 30 متر وعرضها 10 متر. حسب تقريب. يعني ممكن يكون صحيح. ممكن هكاك حسب تقريب. ثم أشياء اللي نعرفوها صحيحة، ثم أشياء أخرى اللي ما زالت في تحت الدرس تثبيت فيها. نعم. كي تم البحث قلنا. مالك شي انت تكبر وقتها وتمشي تبحث انت. انت مغرومه باهي ان شاء الله. انت باهي ان شاء الله. فمعنى غشش. تفرج في التلفزه انت؟ نتفرج. تفرج في البرامج الثقافيه؟ نتفرج فيهم. والكاميرا الخفيه؟ شويه ما نتفرجش برشا. والكاميرا الخفيه؟ نعم. الكاميرا الخفيه تفرج فيها؟ تفرج فيها. اللي شاركت فيها انت تو.